في العاصمة السعودية الرياض عقد اجتماع عربي سداسي أكد خلاله المجتمعون على ضرورة إنهاء الحرب على غزة، داعين إلى رفع كل القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. الاجتماع الذي ضم كل من وزراء خارجية السعودية، المصرية، القطرية، بالإضافة إلى المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تم التشديد فيه على ضمان حماية المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي. عبروا أيضا عن دعمهم لكافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، كما شددوا على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدين أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، ورفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وأي عملية عسكرية في مدينة رفح. وحذر المجتمعون من استمرار الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين ومحاصرة حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين. في حين كشفت وزارة الخارجية السعودية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي كان قد وصل إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، سيجري محادثات أيضاً مع عدد من المسؤولين الدوليين للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق سلام في غزة. ومن المتوقع أن ينعقد اجتماع سداسي ثان برعاية سعودية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الذي يزور المنطقة للمرة السابعة، بالإضافة إلى لقاء آخر للسداسي العربي مع دول من الاتحاد الأوروبي. كما سيعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اجتماعا بنظيرهم بلينكن غدا يوم الاثنين.